إلى روح رمز الأمة أبو عمار تحت رعاية سفارة دولة فلسطين لدى مملكة السويدة. نظم الاتحاد العام لعمال فلسطين مع اتحاد الجاليات الفلسطينية في السويدة مهرجانا ثقافيا لإحياء الذكرى 18 لاستشهاد القائد أبو عمار. حضره العشرات من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية ومتضامنون سويديون في مدينة أوربرو. نؤكد على أهمية ما تقوم به القيادة الفلسطينية والسيد الرئيس محمود عباس من جهود ومساع جدية بهدف رص الصفوف وتحقيق المصالحة الوطنية والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني لتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بقضيتنا ومشروعنا الوطني، وهو ما كان سيعمل قائدنا أبو عمار على تحقيقه، وهو ما يتوجب علينا تحقيقه وفاء له ولشهدائنا وأسرانا وجرحانا ووفاء لفلسطيننا. Vänsterpartiet står med Palestina i kampen. مشاركات من أحزاب سويدية صديقة أثنت على الذكرى وكلمات للمشاركين أحيت في نفوس الحاضرين مكانة الشهيد ياسر عرفات القائد والرمز للشعب الفلسطيني، فيما عرض فيلم وثائقي عن لحظات وداعه الأخيرة ألهبت مشاعر الحاضرين. نظمنا هاي الفعالية الذكرى 18 لإحياء ذكرى استشهاد الأخ الرئيس ياسر عرفات أبو عمار بمشاركة الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية وتحت رعاية سفارة دولة فلسطين. نحن اليوم جئنا لنحيي ذكرى الشهيد القائد رمز أبو عمار. نحن نجدد العهد، فالعهد هو العهد والقسم هو القسم، وسنبقى على وعدنا لدماء شهدائنا الأبرار. هاج الفؤاد فلم تغب ذكراك، هاج الفؤاد فلم تغب ذكراك، ورحلت فاختلط الفدا بثراك، لله درك قائد ومحكم وعلى القلوب سناك قد ولاك. قصائد غنت بمسيرة الخلود والارتقاء لقائد لا زال حيا في نفوس شعبه يتذكره الأجيال تلو الأجيال. الشهيد أبو عمار معروف بوطنيته بقوته، حتى استطاع يقف في الأمم المتحدة ويحمل غصن الزيتون والسلاح في يده واليد الأخرى السلاح، يعني معناته أثبت لهم بأنه هو مجاهد في الدرجة الأولى، ولكن بنفس الوقت نريد السلام. دبكات فلسطينية ولوحات استعراضية شارك فيها الحضور، عكست من خلالها الهوية الوطنية لأبناء جاليتنا الفلسطينية في شتات لا ينسيه الوطن والشعب وقادته. سامن فخري، تلفزيون فلسطين، مدينة أوربرو، السويد.